السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ رحلة جديدة بيونت كام بقى؟ يونت 13. هنشتغل النهاردة في يونت 13 زي ما احنا شغالين في المراجعة بتاعتنا. بس الأول كده تجهز لي كوباية القهوة بتاعتك، تمام؟ وتجهز لي كمان بيس الشيتس عشان تبقى قاعد كده مخمخ مع ابو حميد، وتقدر ان شاء الله ان انت تلم اليونت دي وتحطها في جيبك مستريح. كالعاده يا صديقي احنا هنبدا ان شاء الله بالكلمات المهمه في اليونت، هقراها معاك لو انت كنت عارفها. لو انت بتعرف تقرا الكلمات مفيش اي مشكله، وقف الفيديو وشوف هل انت عارف الكلمات ولا لا. طيب يا ابو حميد انا عارفها، اقول لك تمام، مشي الفيديو بقى شويه وخش على الحل على الكلمات المهمه اللي موجوده في اليونت. طيب لو انت بقى لقيت اي كلمه من الكلمات اللي انا حاططها لك، انت وقف الفيديو وشوف الكلمات هل انت عارفها ولا لا. لو في كلمه ما كنتش عارفها اكتبها في كشكولك وقول ان الكلمه دي ما كنتش عارفها، عشان لما تقابلك في الحل ما تقولش بقى ان انت حلتها بالفهلوة. لا، انا مش عايزك تحل حاجة بالفهلوة، ولكن عايزك تحل الحاجة لانك اصلا عارفها. دي اول حاجة. تاني حاجة هنرجع هنا على البورد، هنشوف الاكسبريشنز المهمة اللي موجودة في اليونت، هنشوف حروف الجر، هنشوف المرادفات والعكس، وهنشوف كمان الملحوظات. وللعلم الفيديو ده طويل، بس طويل ليه؟ لان اليونت دي انا لقيت فيها ملحوظات كتير، وبصراحة انا ما كنتش عايز اختصر في الفيديو. يعني انا ممكن انزل لك فيديو صغير وانت هتفرح بيه وهتقول فعلا ان ابو حميد لمم لك اليونت وعمل لك مراجعة كويسة، بس هكون بضحك عليك شوية، هكون في مثلا كم ملحوظة لسه ما قلتهمش. فمعلش استحمل الفيديو الطويل دوت وتعالى على نفسك شوية عشان ابو حميد ما يسيب لكش اي ملحوظة. ما تنساش بس ان احنا اول ما نبدأ كده انزل حط اللايك لاخوك ابو حميد، ولو انت مش متابع القناه ما تنساش يا معلم ان انت تعمل سبسكرايب، وان انت تروح تقول لاصحابك وتجيبهم في شوال كده وتقول لهم تعالوا راجعوا معانا على قناه انجليشاوي. ويلا بينا نبدا بقى في الاول كده باهم الكلمات زي ما اتفقنا. فعايزك توقف الفيديو دلوقتي وتشوف الكلمات ديت، لو انت عارفها يبقى تمام، لو انت مش عارف اي كلمه فيها يبقى معلش يا صديقي طلع منها الكلمات اللي انت مش عارفها وحطها في الكشكول بتاعك، عشان لما نيجي نحل دلوقتي يبقى انت عارف كل الكلمات دي. دي اول صفحة، وده جزء كمان من الصفحات اللي فيها الكلمات المهمة. يبقى انا كده وريتك صفحة وتكملتها، وديت الصفحة التانية هوريك التكملة بتاعتها دلوقتي. بس وقف الفيديو وشوف لو في اي كلمة انت مش عارفها فيهم حاول ان انت تحفظها. وده باقي الصفحة من تحت هنا، احنا كنا عاملين لحد سولار بانل، يعني انا كانت الصفحة لحد هنا، فده الباقي الكلمات اللي هي الباقية من الصفحة، وده اخر جزء من الكلمات المهمة بتاعت اليونت. عايزك بقى تشوف لو في اي كلمة زي ما قلت لك ما كنتش عارفها في الكلمات دي احفظها يا معلم واكتبها معاك في كشكولك، عشان هنخش دلوقتي على الحل. تعال بقى اما نخش على الجمل بقى اللي على الكلمات المهمة. دي الجمل اللي هي اللي بتبقى مباشرة. فعايزك كده تعال ما نحل مع بعض كده كم جملة، وبعد كده نخش بقى على الملحوظات زي ما احنا متعودين بقى، ونخش على السبورة بتاعتنا. أول جملة بيقول لي the first metro، يعني أول إيه مترو in Cairo في القاهرة opened in 1987. يبقى عايز يقول أول خط مترو اتفتح في القاهرة سنة 1987. طب خط المترو اسمه first metro line أو مترو line، ده معناها خط المترو. بعد كده بيقول لك the underground metro، يعني المترو الأنفاق A nearly تقريبا 2 million people، 2 مليون من الناس every day كل يوم. يبقى هو هنا عايز يقول ان هو بيحمل او بيصفر 2 مليون من الناس كل يوم. طب يحمل معناها ايه؟ معناها كاري، وهنا حط لها الاي اس عشان المترو هنا مفرد، وهنا الفعل المفرد بيتحط له اس او اي اس او اي اس في الاخر، في اخر الفعل يعني. بعد كده بيقول لك the underground metro، يعني مترو الانفاق must have a، يعني اكيد a people's daily trips to work، يعني بيقول لي ايه الرحلات اليومية بتاعت الناس للشغلهم. يبقى أكيد حسنت، ماشي، ما أكيد أنا بتكلم على المترو، أكيد عمل إيه في الرحلات بتاعت الناس لشغلهم، يبقى أكيد حسنت. يبقى حسن يعني إيه؟ يعني improve. لكن هل كان ينفع أقول مثلا هي نقلت رحلات الناس؟ لا. طب removed يعني أزالت رحلات الناس؟ لا. طب approved يعني وافقت مثلا على حياة الناس أو رحلات الناس؟ لا طبعا.
طيب الجملة الرابعة بيقول لك ايه under the Nile to make way، يعني بيقول لي ايه تحت النيل to make way عشان نعمل طريق for the underground metro لمترو الانفاق couldn't have been easy، ما كانش اكيد سهل. يبقى كده عايز اقول ايه الانفاق او حفر الانفاق تحت النيل، ما بقول لك حاجة تحت النيل عشان نعمل طريق يبقى كده ده حفر انفاق. طب حفر الانفاق اسمه ايه؟ اسمه التانلينج. طيب الجملة اللي بعدها بيقول لك ال engineers used a massive drilling machine، يعني بيقول لي ان المهندسين استخدموا آلة حفر عملاقة called تسمى نيفرتيتي تو ايه عشان ايه a tunnel عشان يعملوا ايه او ايه نفق with a diameter بقطر of about 8 meters قطره كان حوالي 8 متر. يبقى عشان يحفروا نفق صح؟ هم استخدموا آلة الحفر ليه؟ عشان يحفر نفق. كلمة يحفر نفق معناها dig a tunnel، تاني معناها dig a tunnel، هو اداني a tunnel هنا يبقى محتاجة dig. بعد كده بيقول لي the underground metro is an، يعني المترو الأنفاق هو ايه in Egypt's future، يعني في مستقبل مصر as a center for tourism and business، يعني بيقول لي كمركز للسياحة والأعمال. يبقى هو إيه في مستقبل مصر؟ يبقى هو استثمار في مستقبل مصر. استثمار معناها إيه؟ معناها investment. بعد كده بيقول لك the tunnel has a إيه، يعني بيقول لي النفق لديه إيه of 7.6 meters، يعني 7.6 متر. بص دايما الانفاق بيتكلموا لما يجي يقول لك الايه بتاعها كم متر، اعرف ان هو بيتكلم عن القطر بتاع النفق، تاني بيتكلم عن الايه القطر. طب قطر يعني ايه؟ يعني diameter. بعد كده بيقول لي the artist has a the sculpture from a massive piece of stone، يعني بيقول لي الارتست او الفنان ايه التمثال دوت من قطعة ضخمة من الحجر. يبقى عايز اقول ان هو نحت التمثال ده. طب نحت يعني ايه؟ carved. carved معناها نحت. بعد كده بيقول لك at night بالليل bright lights always ايه، يعني بيقول لي الاضواء بقى always دايما ايه the front of the palace، يعني مقدمة القصر. انا بقول لك الاضواء بتعمل ايه؟ الاضواء بتنور. ما انا طالما بتكلم عن الضوء يبقى الضوء بينور الحاجة، ينور يعني او يضيء معناها illuminate اللي هي دي. بعد كده بيقول لك نصر food company، شركة نصر الاغذية has 2000 لديها 2000 ايه who work hard اللي بيشتغلوا بجد to increase عشان يزودوا البرودكشن الانتاج، يبقى لديها 2000 عامل او موظف. طب عامل او موظف معناها ايه؟ معناها employee. يبقى هنختار employees اللي هي دي. كنا طبعا قلنا في اليونت اللي فاتت ايه الفرق بين الemployee والemployment والemployers، قلنا ايه الفرق بينهم كلهم. فياريت ان انت تكون رجعت اصلا على اليونتات اللي قبل كده عشان يعني ما تبقاش بتنسى يعني. بعد كده بيقول لك I hope my company، يعني انا اامل ان شركتي will aim هتعمل ايه معايا، يعني when I pass the computer course، يعني لما عدي كورس الكمبيوتر. يبقى الشركة هتعمل ايه لما عدي الكورس ده؟ هترقيني. طب يرقي معناه ايه؟ معناها promote. بعد كده بيقول لك children must be ايه، يعني الاطفال يجب او اكيد او لازم يكونوا ايه to do proper sports، انهم يعملوا رياضات مناسبة ليهم، يعني يبقى لازم ايه؟ لازم يتشجعوا صح؟ يا بيشجع معناه ايه؟ معناه encouraged. بعد كده بيقول لك I have recently a، يعني انا حديثا ايه into a computer course في كورس كمبيوتر، يبقى انا سجلت. طب يسجل معناه ايه؟ معناها enrolled اللي هي دي. بعد كده بيقول لك زي نقط under the Nile هم ايه تحت النيل to make way عشان يعملوا طريق for the underground metro line لمترو الانفاق، يبقى هم حفروا نفق صح؟ طب بيحفر نفق معناها tunnel والماضي منها اللي هي tunneled. بعد كده بيقول لك like the great pyramid، يعني زي الهرم العظيم the great wall of China سور الصين العظيم is also هو ايضا a great a project، يعني هو مشروع ايه عظيم. بص الاهرامات وسور الصين العظيم والكلام ده كله دي اسمها مشاريع هندسية، فكلمة هندسي معناها ايه؟ معناها engineering. بعد كده بيقول لك some people have solar a، يعني بعض الناس لديهم ايه شمسي on the roofs على اسطح of their houses منازلهم to produce عشان تنتج الالكتريستي تنتج الكهرباء. يبقى لديهم الواح شمسية، ما الالواح الشمسية هي اللي بنحطها على الاسطح عشان تدينا الكهرباء. طب الواح شمسية معناها ايه؟ معناها solar
panels. بعد كده بيقول لك النوكلير باورز يعني power station يعني المحطات الطاقة اللي هي نووية produce dangerous A بتنتج A خطيرة يبقى بتنتج إشعاعات وإنبعاثات خطيرة. طب إشعاعات وإنبعاثات معناها إيه؟ معناها emissions. بعد كده بيقول لك the A of the sun الA بتاع الشمس illuminates the earth يعني بتضيء الأرض. يبقى الA بتاع الشمس هي اللي بتضيء الأرض أشعة الشمس. طب أشعة معناها إيه؟ معناها rays. بعد كده بيقول لك كايرو underground system يعني نظام مترو الأنفاق بتاع القاهرة is A to P1 هو A إن هو يكون واحد of the most modern underground systems من أكثر الأنظمة المترو الأنفاق يعني الحديثة in the world في العالم. يبقى is A to P. بص طالما قال لك is A to B كذا 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 اعرف ان هو عايز يقول يعتبر كذا. طب يعتبر معناها ايه؟ معناها is considered. is considered معناها يعتبر. بعد كده بيقول لك the sphinx يعني ابو الهول is A in front of the pyramids يعني هو ايه في مقدمة الاهرامات. يبقى هو مكانه في مقدمة الاهرامات. طب مكانه او محطوط في مكان يعني معناها ايه؟ معناها positioned. positioned معناها مكانه او محطوط في مكان معين يعني. بعد كده بيقول لك the great wall of China يعني سور الصين العظيم was built اتبنى to keep the A out عشان يخلي ال A خارجا او يمنعهم يعني. يبقى يمنع المهاجمين صح؟ يعني اي حد ما يهاجمش الصين. طب مهاجمين معناها ايه؟ معناها attackers. لكن defenders معناها اللي هم المدافعين. الانجينيرز طبعا المهندسين. الرولرز الحكام. طبعا مفيش حاجة ماشية غير ان هم يمنعوا الناس اللي هيهاجموهم يعني المهاجمين. بعد كده بيقول لك the high dam يعني السد العالي is a او an a engineering project يعني هو مشروع هندسي a. يبقى عايز اقول مشروع هندسي ايه؟ بقول لك السد العالي يبقى ده مشروع هندسي عظيم. طب عظيم معناه ايه؟ او عملاق معناه ايه؟ معناها massive. بعد كده بيقول لك tall buildings يعني اللي هي البيوت الطويلة او المباني الطويلة stand on بتبقى محطوطة على hard concrete A. يبقى عايز اقول محطوطة على قواعد خرسانية صلبة. طيب قواعد معناها ايه؟ معناها كلمة basis اللي هي مش باينة دي. basis ديت معناها اللي هي قواعد او قاعدة مبنى يعني. بعد كده بيقول لك A أو N A is a high rock هي صخرة عالية or piece of land أو قطعة من الأرض. يبقى كده ديت اللي هي المنحدر الصخري أو اللي هو المنحدر الصخري. منحدر صخري اللي هو معناه إيه؟ معناه cliff. طيب panel ديت اللي هي اللوح. image معناها صورة. electricity الكهرباء. بعد كده بيقول لك A is something وشيء ما used for building بيستخدم للبناء that's made by يعني بيصنع by mixing بإن إحنا نخلط sand الرمل water المية and small stones وحجر صغير. يبقى ديت الخرسانة. خرسانة معناها ايه؟ معناها concrete. بعد كده بيقول لك A او N A is gas هو غاز heat او يعني حرارة اتك الى اخره ذات السنت اوت اللي بتبعث. يبقى ديت انبعاثات او اشعاعات. انبعاث او اشعاع اللي هو الايميشن. بعد كده بيقول لك 2A is to make light shine on something يعني بيقول لك ايه؟ هو ان انت تخلي الضوء يسطع على شيء ما. يبقى ان انت تضيء صح؟ تضيء يبقى illuminate. بعد كده بيقول لك 2A ان انت ايه؟ is to put someone or something in a place هو ان انت تضع شخص ما او شيء ما في مكان. طب ما انا قلت لك مكانه او يتحط في مكان معناها ايه؟ مش قلت لك position؟ يبقى position ديت معناها مكان او يتحط في مكان معين. تعال ما ننزل تحت كده شوية. بيقول لك بقى هنا A is when electricity هو عندما الكهرباء suddenly stops يعني فجأة بتتوقف. يبقى ده انقطاع الطاقة صح؟ انقطاع الطاقة اللي هي الايه؟ اللي هي الباور كات. بعد كده بيقول لك A او N A is a narrow beam هو شعاع ضيق of light من الضوء from the sun من الشمس. يبقى شعاع الشمس هو اسمه ايه اصلا؟ اسمه ray. طيب بعد كده بيقول لك A او N A is equipment هو يعني أداة او جهاز يعني that changes the sun's light يعني اللي بيغير الضوء بتاع الشمس into electricity لكهرباء. يبقى ديت اللي هي الواح الطاقة الشمسية هي اللي بتحول اشعة الشمس لكهرباء. طيب الواح الطاقة الشمسية معناها ايه؟ معناها solar panel. بعد كده بيقول لك A
It's a long hole يعني هو ثقب طويل يعني أو فجوة كبيرة. In the ground في الأرض. For cars للعربيات or trains أو للقطارات to go through عشان يعدوا من بينها. يبقى دي الأنفاق. طب نفق معناه إيه؟ معناه tunnel. بعد كده بيقول لك A أو N A is someone هو شخص ما. هو regularly اللي بانتظام travels to work اللي بيسافر إلى شغله. يبقى دوت الـ A دوت اللي هو المسافر بانتظام. مسافر بانتظام معناه ايه؟ معناها كوميوتر. كوميوتر ديت اللي هي معناها مسافر بانتظام. تعال لما ننزل تحت كده شوية بيقول لك to a is to think of someone هو ان انت تفكر في شخص ما or something او شيء ما in a particular way بشيء محدد او بطريقة محددة. يبقى ان انت ايه؟ يبقى consider. ليه consider؟ عشان consider معناها تفكر او تتأمل في حد او تتأمل في حاجة اصلا. بعد كده بيقول لك a او an a is something هو شيء ما that you buy اللي انت بتشتريه or pay او اللي انت بتدفعه او بتدفع ليه يعني because it will be لانه سوف يكون more valuable يعني هيبقى ذو قيمة اكثر or useful later او هيبقى مفيد بعد كده او مفيد فيما بعد. يبقى ده استثمار صح؟ ما انت بقول لك بتدفع لحاجه عشان انت عارف ان هي هتبقى ذو قيمه في المستقبل يبقى ده استثمار. استثمار اللي هو الايه؟ اللي هو الانفستمنت. بعد كده بيقول لك A is a line يعني هو خط. طيب خط ماله بقى؟ goes from one side يعني بيبقى من جانب of a circle من جانب من الدايرة to the other للجانب الاخر and passes through the center وبيعدي من المركز. كنتوا خدتوا انتوا في ايام ابتدائي واعدادي كده والناس اللي علم الرياضة طبعا عارفين الكلام دوت ان الدايرة لو انت هتمشي خط من جانب لجنب تاني ويعدي بالمركز فدوت اسمه الايه؟ القطر. طب ما القطر اللي هي معناها ايه يا معلم؟ اللي هي diameter. تعال بقى اما نروح نخش على الملحوظات بقى على السبورة ونبدأ نشوف ملحوظات اليونت ديت وكلمتها وتركتها. ركز بقى يا عم الناس هنخش على الاكسبريشنز تاني. هنخش على الاكسبريشنز الاول. احنا كنا دايما بنبدأ بشوية اكسبريشنز بيبقوا بساط وبعد كده بنخش على حروف الجر وهكذا. احنا هنبدأ النهاردة بترتيب مختلف شوية بس عايزك تمشي معي لان انا هبدأ بالصعب وبعد كده السهل لان كنا بنبدأ شوية بالسهل فكنت بتلاقي بعد كده تركيزك بيقل وكنت بقى ما بتبقاش مركز معايا. فلا احنا هنبدا بالصعب وبعد كده نخش على السهل شويه في شويه. فعايزك تركز معايا ورقتك وقلمك وتبدا تكتب بقى كل الملحوظات اللي انا هقول لك عليها. لو في اي حاجه مش واضحه على البورد من اللي انا هشرحهم دول هتلاقيهم موجودين ان شاء الله في اللينك اللي هو هيبقى موجود في وصف الفيديو. هيكون محطوط فيه بي دي اف ورقتين او ثلاثه ان شاء الله اللي هم هيبقى فيهم الحاجات اللي انا كتبتها هنا على السبوره. نبدأ بقى بكل بساطة. فقال لي عندك في حاجة اسمها I like it when. تاني اسمها ايه؟ I like it when. I like it when يعني ايه؟ يعني يعجبني عندما. يعني انا مثلا عايز اقولك انت بتعجبني لما بتذاكر. شايف كلمة بتعجبني لما دي او بتعجبني عندما هي دي اسمها I like it when. I like it when يبقى لو قالك I like it نقطة ولقيته انه عايز يقول يعجبني لما الحاجة دي بتحصل يبقى تقول لي when. طيب عايزك تعرف برضو ان في حاجة اسمها historical monuments. يعني يا صديقي اسمها ايه؟ اسمها historical monuments يعني الاثار التاريخية. وعايزك تعرف فيها ايه؟ عايزك ان هو لو جاب لك قبل monuments اللي هي معناها اثار جاب لك النقط وقعد يحط لك history ولا historic ولا historical تعرف ان هي monuments اللي هي معناها اثار بتاخد قبلها كلمة ايه؟ historical. تاني ما تنساهاش يبقى الاثار التاريخية على بعضها معناها historical monuments. وممكن تيجي كمان في الترجمة عشان لو قال لك كلمة الاثار التاريخية تكون عارف ان هي historical monuments. طيب لو عايز تقول حاجة مختلفة عن حاجة كلمة مختلفة عن معناها different وdifferent بيجي معاها from وto. تاني different وبيجي معاها حرف جر to او from بيبقى معناها مختلف عن. طيب لو عايز تقول الحاجة مغطى بيه او متغطية بايه ماشي يعني عايز اقول مثلا السبورة دي مغطى مثلا بالخشب. شايف كلمة مغطى بيه ديت معناها covered in يبقى تاني اسمها covered ايه؟ covered in يبقى مغطى بيه covered in يبقى لو قالك covered نقط تقول لي in.
طيب لو انا عايز اقول فخور بي، يعني انا عايز اقول ابو حميد فخور بالطلبة بتوعه، كلمة فخور بي معناها proud of. تاني فخور بي معناها ايه؟ proud of. طيب في expression كده غريب شوية معناه يستقر في مكان، يعني لو انا جيت وقلت مثلا انا بسافر كتير بس هستقر في مكان، كلمة يستقر في مكان معناها ايه؟ put down roots. put down roots. تاني يستقر في مكان معناها ايه؟ put down roots. وليه غريب؟ عشان root دي معناها الجذور، صح؟ انت حافظها ان هي جذر الشجرة اللي هو الروت، فلا ممكن تيجي لو انت عايز تقول يستقر في مكان معناها put down roots، متنساهاش. طيب لو انت عايز تقول هتطفئ النار، نسرع بقى الريتم بتاعنا شويه، لو عايز تقول هنطفئ النار، كلمه تطفئ النار دي معناها put out fire. تاني معناها ايه؟ قول معايا put out fire. يبقى لو قالك put not fire تقول لي ايه؟ تقول له ما عنديش مشكله، ابو حميد قالها لي، هي اسمها put out fire. طيب لو قلت لك not out fire وعايز اقول تطفئ تقول له برضه ابو حميد قالها لي، هي اسمها put out fire. طيب لو انت عايز تقول بشرط، يعني انا عايز اقول لكم، بقول لكم انا هنزل لكم المراجعه الجايه بشرط ان انتوا تذاكروا المراجعه دي، شايف كلمه بشرط دي معناها under the condition. under the condition. under the condition. فلو قال لك not the condition تعرف ان هي معناها ايه، او تعرف انت هتحط ايه؟ under the condition. طيب لو انا بعتك انت تروح تجيب شويه حاجات ماشي، وقلت لك بقول لك ايه، اشتري الحاجه دي ايا كانت التكلفه، شايف كلمه ايا كانت التكلفه دي معناها whatever the cost was. whatever the cost was. فلو قلت لك نقط the cost was وعايز تقول ايا كانت التكلفه اشتري الحاجه دي، كلمه ايا كانت معناها whatever. 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 يبقى لو عايزك بس تعرف كلمه ايا كانت معناها whatever. طيب لو انت عايز تقول ان هما بيتوصلوا لاتفاق، كلمة يتوصل لاتفاق معناها ايه؟ come to an agreement on. تاني come to an agreement on. وعايزك تعرف هيسألك في ايه؟ هيقول لك نقط to an agreement on، فتقول له ما عنديش مشكلة، هي اسمها ايه؟ come to an agreement on. طب لو يقول لك come to an agreement نقط كذا كذا كذا، تقول له برضو انا عارف ان هي agreement بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها on. افهم الاكسبريشنز ديت واكتبها يلا في ورقتك وقلمك، ويلا هنخش على حروف الجر بسرعه، وبعد كده نروح نبص على كام جمله نحلهم ونرجع تاني على البورت. عايزك سريع معايا كده، انا مش عايز الفيديو ياخد منك وقت طويل، لا اكتب معايا يلا سريعا كده الحاجات ديت واحفظهم بسرعه، هتلاقي حفظهم بقى سهل، وخش معايا بسرعه على حروف الجر. يلا بينا حروف الجر. فقال لي عندك في حاجة اسمها leave out. leave out. leave out أو leave out. leave out معناه يستبعد. تاني معناه ايه؟ يستبعد. يعني أنا قلت لك مثلا أنت ذاكرت اليونت كلها واستبعدت الكام كلمة دول، شايف كلمة يستبعد دي معناه ايه؟ leave out. خلي بالك عشان في جملة هنحلها دلوقتي هتبقى بالشكل ده، عشان لما أجي أقول لك نسيتها ولا لأ تقول لي لا يا أبو حميد أنا عارفها وتختارها على طول. طيب عارف انا لما اجي مثلا يكون معايا صينيه كيكه مثلا جالي شويه ضيوف كده وبوزع عليهم الكيكه، شايف كلمه يوزع او بوزع حاجه على ناس معناها جيف اوت. تاني معناها ايه؟ جيف اوت. يبقى تاني لو انا بوزع حاجه على ناس دي معناها ايه؟ جيف اوت. طيب قال لي get to. get to معناها يصل الى. تاني get to معناها ايه؟ يصل الى. يعني انا قابلت مثلا عيل في الشارع وانا ما اعرفش الطريق، وقلت له يا ابني ممكن تقول لي اوصل للمحطه ازاي، شايف كلمه اوصل المحطه يبقى get to the station، اللي هي اوصل المحطه get to the station. يبقى get to معناها يصل الى. يبقى لو قال لك get نقط ولقيته في الجمله عايز يقول يصل الى تقول له ما فيش مشكله اسمها get ايه؟ get to. طيب يعمل ك، خلي بالك انا كل مره بقعد احط لك work. work اللي هي معناها يعمل، كل مره احطها لك مع حرف جر شكل. فالنهارده هناخد work as. as work as معناه يعمل ك. يعني مثلا انا لما اجي اقول لك انا بعمل كمهندس، شايف كلمه يعمل ك دي معناها work as an engineer مثلا، يعمل كمهندس، بيعمل مثلا كمدرس work as a teacher. لكن لما اجي اقول انا بعمل لشركه، شايف يعمل لي مش يعمل ك، يعمل لي، يبقى work for. يبقى تاني خلي بالك work as معناه يعمل ك، لكن work for معناه يعمل لي. لو لقيت ان هو بيقول يعمل لشركه
يعمل مثلا لمحل، كلمه يعمل ليه معناها work for، لكن يعمل ك work as. طيب لما تيجي تقول مثلا قراري بيعتمد على كذا كذا، شايف كلمة يعتمد على دي معناها ايه؟ depend on، معناها ايه؟ depend، قول معايا depend on، depend on. يبقى لو قال لك depend نقط، تقوم حاطط له ايه؟ تقوم حاطط له on، تقول ما عنديش مشكلة، دي تافهة جدا وابو حميد كان قالها لي في مراجعة يونت 13. طيب لو انت عايز تقول يتحول الى او يحول الى، يحول الى معناها make into، تاني معناها ايه؟ make into. كنا حلينا جملة قبل كده وكنا حاطين اصلا ميك انتو ديت في يونت قبل كده، وقلت لك مثلا ان الروايه دي اتحولت لفيلم، كلمه يتحول الى معناها ايه؟ او يحول الى معناها ميك انتو. يبقى لو قال لك ميك نقط ولقيته انه عايز يقول يحول الى، اقول ما عنديش مشكله اسمها ميك انتو. طيب لو عايز تقول بيؤلف، تاني لو انا عايز اقول مثلا انا الفت روايه، كلمه يؤلف معناها ميك اب، تاني ميك ايه؟ ميك اب، خلي بالك خدناها قبل كده. يبقى يؤلف او يخترع معناها ميك ايه؟ ميك اب. طيب خدنا برضو قبل كده يدفع ثمن، صح؟ يلا قول لي يدفع ثمن معناه ايه؟ ما تبصش، ما تبصش، يدفع ثمن معناه ايه؟ خدناها قبل كده في يونت قبل كده، فكنا قلنا ان هي معناها ايه؟ معناها pay for، تاني معناها ايه؟ pay for. ما تنساهاش بقى، انا عمال بكررها لك في يونتات كتيره اهيت، يبقى عارف ان هي مهمه. يبقى pay for معناها يدفع ثمن. طيب يحمي من، يحمي معناها protect، يحمي معناها ايه؟ protect، بيجي مع حرف الجر يبقى from، يبقى protect from يحمي من. تعال اما نجري على كام جمله نروح نحلهم ونرجع تاني هنا ناخد شويه اكسبريشنز تانيين، وبعد كده نروح نحل برضو، وهكذا بقى. اوعى تمل من الفيديو، احنا حاطين كل الملحوظات، فمعلش استحمل طول الفيديو عشان يبقى انت طالع من اليونت ديت فيها كل الملحوظات حاططها في جيبك يا معلم. يلا بينا. طيب تعال اما نبص على كام جمله. فبيقول لك an honest green grocer، يعني بيقول لك بياع الخضار الامين، leaves a bad fruit، يعني الفاكهه السيئه، and vegetables، والخضروات، before selling them، من قبل ما يبيعهم. يبقى كده عايز يقول ايه؟ بيستبعد الفاكهه السيئه والكلام ده. طب ما انا قلت لك يستبعد معناها leave ايه؟ ها يبقى ليف اوت. تمام. طيب بيقول لك تو يونج مان، يعني اتنين من الشباب، وير الناس الشباب او رجاله الشباب، وير ستاندينج اوتسايد، يعني كانوا واقفين بره، ذا نيو شوب، يعني كانوا واقفين بره المحل، جيفينج اي ليفليتس، كانوا بي اي منشورات، تو باسرز باي، للناس الماره. يبقى كانوا بيوزعوا منشورات. طب انا قلت لك يوزع معناها جيف اي، ها مش قلنا جيف اوت؟ تمام الله ينور عليك. بيقول لك اي لايك ات اي سام وان سبريز water، يعني بيقول لك انا بحب ايه؟ شخص ما يسبراي ووتر، يعني يرش ميه، اون دراي سويل، على التربه اللي تكون جافه. اي لايك اتس سميل، يعني انا بحب الـ 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 الريحه ديت، او بحب الـ 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 الشعور ده. يبقى هنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول انا بحب عندما، او بحب الحاجه ديت لما كذا كذا. طب ما انا قلت لك يحب عندما، او يحب لما، دي معناها ايه؟ قلت لك اي لايك ات وين، صح؟ يبقى نختار من عندنا هنا وين. طيب بيقول لك ذا تو كونتريز، الدول الاثنين، هاف فاينلي، يعني في النهايه، A to an agreement، يعني A الاتفاق، on all issues، على كل المشكلات أو لكل المشكلات. يبقى هنا عايز أقول توصلوا الاتفاق، صح؟ طب ما أنا قلت لك يتوصل الاتفاق معناها إيه؟ مش قلت لك come to an agreement؟ يبقى هختار من عندي هنا come. تعالى لما ننزل كده تحت شوية. تمام. بيقول لك she used a blanket، يعني هي استخدمت بطانية، to put a the fire، عشان تعمل ايه في الحريق؟ عشان تطفي الحريق. طب يطفي معناه ايه؟ مش انا قلت لك معناه put out؟ اه تمام كده. طب بيقول لك could you tell me، ممكن تقول لي the best way، افضل طريق، to get a the city center، مركز المدينة، please لو سمحت، يبقى عشان اوصل لمركز المدينة. طب يوصل معناه get a، ها مش قلت لك ان get to معناه يصل الى؟ تمام. بعد كده بيقول لك my brother works، يعني اخويا بيشتغل، on the underground metro، يعني في مترو، في المترو الانفاق، a an engineer، يعني a مهندس، يبقى ك مهندس. طب ما انا قلت لك يشتغل ك معناها ايه؟ work as. هو اداني هنا work، خلي بالك مش لازم يجيب لك النقط بعد work على طول، لا ممكن يقول لك work on كذا كذا كذا، وتقوم قايل لك في الاخر ايه الوظيفه اللي هو بيشتغلها، يبقى تقوم قايل لي as بعد كده الوظيفه اللي هو بيشتغلها. خش بقى على كام اكسبريشن كمان وبعد كده نروح نحل تاني. طيب
عايزك تعرف ان في حاجة اسمها do well. تاني اسمها ايه؟ do well. do well معناه يؤدي بشكل كويس. يعني لما اجي اسألك انت عملت ايه في الامتحان، فتقولي انا عملت كويس، كلمة انا عملت او انا اديت بشكل كويس هتقوم قايل لي I did اللي هي الماضي من do well. يبقى لو قلت لك not well تقولي do او الماضي منها اللي هو did. طيب لو انت عايز تقول يقدم خدمة، يعني انا بعمل لك خدمة او انا بعمل لك خدمة، ايه خدمة دي؟ انا بعمل لك خدمة مثلا. طيب لو انا عايز اقول لك انا بقدم لك خدمة معناها ان انا بدو a favor. do a favor. تاني لو قال لك نقط a favor، favor معناها خدمة او جميل، تقول لي do a favor. وخلي بالك ممكن يقول لك do a نقط ويجيب لك في الاختيارات favor ولا favorite ولا favorable، يعني يقعد يحط لك شوية حاجات شبه دي، فتقول له ما عنديش مشكلة انجلشاوي او ابو حميد يعني اخوك يعني قال لك ان اسمها ايه do a favor. طيب دي بقى انا اديتها لك قبل كده، والله اديتها لك قبل كده، لما جيت قلت لك يلحق ضرر او يضر كنت قلت لك اسمها ايه؟ يلا تعالى قول لي لوحدك. ها يا ابني قول قول، مش قلناها قبل كده؟ مش قلنا قبل كده ان يضر معناها do damage؟ تاني اسمها ايه do damage؟ فيجي واحد يقول لي لا يا ابو حميد انت ما قلتهاليش do damage، انت قلت لي ان هي اسمها cause damage. فاقول لك ايوه الله ينور عليك كده انت صح، يبقى يضر معناها do damage او cause damage اللي هو يسبب ضرر. يبقى لو قال لك نقط damage تقول له ما عنديش مشكله انا عارف ان هي بتيجي مع do، ما لقيتش do ادور على cause هتأدي نفس الغرض برضو. طيب لو انت عايز تقول يلحق بالقطار، يلحق القطار معناها ايه؟ معناها catch the train. تاني معناها ايه catch the train؟ يبقى لو قلت لك نقط the train تقول لي catch. طيب عارف البرلمان بتاعنا، هو البرلمان بتاعنا مش هو اللي بيحط القواعد بتاعة البلد والقوانين واللوائح وكلمة يعني بيحط القواعد واللوائح بتاعة البلد صح؟ اه كلمة يضع القواعد معناها set the rules واللوائح معناها regulations، يبقى set the rules and regulations معناها يضع القواعد واللوائح. دي ممكن تيجي لك في ترجمة يقولك مثلا البرلمان المصري هو من يضع القواعد واللوائح لمصر، يبقى تقوم قايله ان يضع اللوائح والقواعد معناها ايه set the rules and regulations، او يقولك نقط في الاختيارات نقط the rules فانت تكون عارف ان يضع القواعد او يضع القوانين معناها ايه، معناها set the rules. طيب بص بقى على الحاجات دي بتيجي مع مين، بتيجي مع make، خلي بالك بتيجي مع مين، مع make. قال لي make a hole. تاني make a hole معناها ايه؟ يحفر. معناها ايه؟ يحفر. يعني انت لو عايز تقول يحفر او يعمل حفرة معناها make a hole. make a hole. طيب لو قلت لك نقط a plan. plan اللي هي معناها ايه؟ خطة صح؟ خدناها قبل كده برضو. قلت لك قبل كده ان اسمها ايه؟ make a plan. make a plan يضع خطة. طب قلت لك قبل كده برضو في يونت قبل كده، بس طبعا سيادتك هكون نسيت، انا عارف ان انت نسيت، فعشان نسيت انا هحطها لك تاني عشان تعرف ان هي مهمة جدا. طيب يضع خطة احنا قلناها ميك ا بلان. طب يدون ملحوظات، يدون ملحوظات قال لي معناها ميك نوتس. معناها ايه؟ قول معايا ميك نوتس. يبقى لو قلت لك نقط نوتس معناها ايه؟ ميك نوتس. انت دلوقتي وانت بتتفرج عليا مش انت بتدون ملاحظات؟ اه يبقى انت بتميك نوتس او بتدون ملاحظات. طيب ممكن احط لك في الترجمة وقلت لك مثلا يجعل الضوء يسطع على، شايف كلمة يجعل الضوء يسطع على معناها make light shine on. make light shine on معناها يجعل الضوء يسطع على. ولو انت اصلا عايز ترجمها واحدة واحدة، هو يجعل معناها ايه؟ مش يجعل make؟ اه. طيب والضوء معناها ايه؟ مش light؟ اه. طب ويسطع، يسطع معناها shine shine، وعلى معناها ايه؟ on. يعني شوف هي ممكن تترجم ترجمة حرفية اصلا صح؟ اه. تعال هنكتب كمان expression كمان هم حوالي اتنين او تلاتة كمان وبعد كده نخش على الحل بتاعنا. يلا بينا اللي بعد كده بقى. فقال لي حاجة احنا قلناها قبل كده خلي بالك، بس انا مش هسألك انت فاكرها ولا لا، المفروض ان انا اول ما اقولها تقول اه يا ابو حميد احنا خدناها قبل كده. مش انا قلت لك ان في حاجة فيما معناها ان لديهم اشياء مشتركة صح؟ مش احنا قلناها قبل كده؟ قلت لك لديهم اشياء مشتركة، قلت لك معناها ايه؟ قلت لك have in common صح كده؟ اه. بس تعالوا ما نغير اللون دوت، يعني نخلي
من اصفر كده البرتقالي عشان يبان شويه. يبقى تاني لما تيجي تقول لديهم اشياء مشتركه او لديهم حاجه مشتركه تقول لي ايه؟ have in common. وكنت قلت لك برضو لديهم مشاكل، ها كنت قلت لك معناها ايه؟ مش كنت قلت لك have problems with، اللي هي قلت لك لديهم مشاكل فيه، يبقى تاني اسمها ايه؟ have problems with. يبقى لو قلت لك نقط in common تقول لي have، قلت لك نقط problems with تقول لي have، او الماضي منها برضو اللي هو مين؟ اللي هو had. طيب في حاجه اسمها لديه تأثير على، تاني لديه تأثير على معناها have او الماضي منها had، an effect on، تاني لديه تأثير على معناها ايه؟ have an effect on. effect on عشان لما اجي واقول لك have an نقط on واحط لك effect ولا effect واقعد اغير لك في اشكالها تقول له لا انا عارف ان هي اسمها ايه؟ have an effect بالاي كده on. طيب عارف يعطي تعليمات؟ تعليمات معناها ايه؟ instructions. تاني تعليمات معناها ايه؟ instructions. طب يعطي تعليمات معناها ايه؟ give instructions. طيب اخر حاجة عايزك تعرفها برضو في الاكسبريشنز وهي يقلل التلوث، عشان ممكن تيجي في الترجمة. يقلل معناها ايه؟ معناها reduce. تاني يقلل معناها ايه؟ reduce. طب والتلوث معناها ايه؟ pollution. يبقى على بعضها يقلل التلوث معناها reduce pollution. اكتبهم واكتب اللي فاته ويلا بينا نخش على كم جملة نحله. طيب تعالى ما نخش على كم جملة. فبيقول لي thank you for all favors you have not me، يعني بيقول لي شكرا على كل الخدمات او كل الجمايل اللي انت ايه مي. هو انا مش لسه ايه لك كلمة favors بتيجي مع مين؟ يلا قول لي ها favors بتيجي مع مين؟ مش انا قلت لك favor بتيجي مع do؟ اه يبقى هاخد من هنا done اللي هي التصريف الثالث من do. بعد كده بيقول لك you can say، انت تقدر تقول that someone، ان شخص ما ايه a train or a bus، ايه القطار او الباص الاوتوبيس. مش انا قلت لك ان الترين ممكن ياخد ايه؟ ممكن ياخد catch صح؟ وممكن برضو تاخد take. تاني train او الباص ممكن تاخد take، يعني take a train او catch a train، فهنقوم قايلين له A and B، يعني train ممكن تاخد catch وممكن تاخد take. بعد كده بيقول لي it's the rule، هو door of the parliament too، يعني دور البرلمان ان هو ايه؟ rules and regulations. مش انا لسه قايل لك rules and regulations كان بيجي معاها ايه؟ عشان يبقى معناها يحط القواعد واللوائح. مش قلت لك set؟ اه يبقى هاخد من عندي هنا set. بعد كده بيقول لك can we ايه notes while you are talking sir، يعني بيقول له ممكن ناخد او ندون ملحوظات بينما انت تتحدث يا سيدي. يبقى عايز يقول يدون ملحوظات. طب وانا قلت لك كلمة نوتس بتاخد ايه؟ ها نوتس بتاخد مين؟ مش احنا قلنا بتاخد ميك؟ اه يبقى هاخد من عندي هنا ميك. بعد كده بيقول لك my sister and I، يعني اختي وانا a so many interests in common، يعني ايه او الكثير من الاهتمامات in common، يعني المشتركة بيننا. مش انا لسه قايلك لما يبقى لدينا اشياء مشتركة ويقول لك in common ديت يبقى نحط قبلها ايه؟ مش قلت لك have وhas او الماضي منهم had؟ اه هتلاقي عندك هنا مين في الاختيارات؟ عندك have. طيب الجملة اللي بعدها بيقول لك it is the responsibility of the captain of the team، يعني بيقول لك ديت بتبقى مسؤولية كابتن الفريق ان هو to a instructions، ايه التعليمات in the playground في الملعب. يبقى يعطي التعليمات صح؟ طب ما انا قلت لك يعطي تعليمات معناها ايه instructions؟ مش قلت لك give instructions؟ اه يبقى هنختار من عندنا هنا give. يلا بينا نروح على اللي بعده. نخش بقى بعد كده على اللي هي الكلمات والمرادف بتاعها والعكس بتاعها. قلت لك قبل كده كلمة مرادف معناها ايه؟ synonym. طب كلمة عكس معناها ايه؟ معناها antonym. طيب ممكن يشيل لك كلمة synonym اللي هي مرادف ويقول لك مثلا الكلمة تقدر تريبليس with a، تقدر تستبدلها بايه، او تقدر تسبستيتيوت with a، تقدر ان انت تستبدلها بايه، كلهم بمعنى مرادف. طيب نخش على كلمة pays. pays ليها معنيين، عايزك تركز بقى معايا قوي. لو لقيت في الجملة كلمة pays جاب معنى قاعدة، تاني جاب معنى ايه؟ قاعدة. يعني ايه قاعدة؟ يعني عايز اقول لك قاعدة المبنى ده، فاهم؟ قاعدة يعني اسفل المبنى. تاني لو لقيت ان كلمة قاعدة او كلمة مثلا اسفل اللي هي كلمة pays، لو لقيتها بمعنى قاعدة او اسفل، تعرف ان لو قال لك هات لي المرادف بتاعها يبقى bottom او foundation. تاني bottom او foundation. طب لو قال لك هات لي الانتونيم بتاعها عكسها لما يكون بمعنى قاعدة او اسفل، يعني عايز اقول لك قاعدة الاهرامات بتكون مربعة،
فهي كده جت بمعنى ايه؟ قاعدة، صح؟ طب لو قلت لك هات لي الانتونيم بتاعها عكسها فتقول لي top او summit، top او summit اللي هي برضو بمعنى قمة تاني، دول بمعنى ايه؟ قمة، يبقى دي قاعدة ودول بمعنى قمة لان ده العكس بتاعها. طيب قال لي base ممكن تيجي بمعنى مركز تاني، ممكن تيجي بمعنى ايه؟ مركز، يعني اقول لك مثلا مركز الشركة فكده شايف جاب معنى مركز، يبقى بيس لو جت بمعنى مركز يبقى لو قال لك هات لي السينونيم بتاعها تقول له ان السينونيم بتاعها هو هيد كوارترز او سنتر تاني، هيد كوارترز او سنتر تاني. بيس ممكن تيجي بمعنى ايه؟ يا اما بمعنى قاعده، قاعده اي مبنى او قاعده اي حاجه او اسفل اي حاجه، فلو قلت لك هات لي السينونيم بتاعها تقول لي ما عنديش مشكله هي يا اما باتم يا اما فاونديشن. طب لو قلت لك هات لي الانتونيم بتاعها هات لي عكسها فتقول له برده ما عنديش مشكله هي توب او سمت. طيب لو انا قلت لك بيز في الجمله برضو بس كان معناها مش قاعده بقى ولا اسفل، لا كان معناها مركز، فلو كان معناها مركز وقلت لك او قلت لك هات السينونيم بتاعها فتقول لي ان هي هيد كوارترز او سنتر، هيد كوارترز او سنتر. طيب كلمه هاردن، هاردن دي معناها يجعله صلبا تاني، هاردن معناها ايه؟ يجعله صلبا. فلو قلت لك هات لي السينونيم بتاعه هاردن تقول لي سوليديفاي او سيكن، سوليديفاي او سيكن، يبقى ديت المرادف بتاع كلمه ايه؟ هاردن. طب لو قلت لك هات لي الانتونيم عكس كلمه هاردن يبقى تقول لي سوفتن او ليكويفاي، سوفتن او ليكويفاي اللي هي بمعنى يلين، ما هي دي معناها يجعله صلبا يبقى دي معناها يلين، يبقى هاردن السينونيم بتاعها هي solidify او thicken لكن الانتونيم بتاعها هي كلمة soften او liquefy. خلي بالك انا عارف ان انت بتعتبر المرادفات والعكس ديت ان هي تقيلة والكلام ده، لا والله احنا كل مرة بناخد اربع او خمس حاجات بس لازم يسألك سؤال فيهم في الامتحان، فمعلش تعال على نفسك شوية واحفظهم عشان لما تلاقي حاجة منهم في الامتحان تقول لي يا ابو حميد والله الله يبارك لك انت فعلا اديتنا حاجة جات لنا في الامتحان. طيب فاضل اكسبريشن واحد او اكسبريشن ايه بقى؟ فاضل كلمة واحدة هنشوف المرادف والعكس بتاعها وبعد كده نخش على الحل، يلا بينا. دي برضو كلمة massive، massive معناها ايه؟ معناها ضخم او هائل. تاني لو عايز تقول على حاجة ان هي ضخمة او هائلة بتقول عليها ايه؟ massive. طيب ايه المرادف بتاع كلمة massive؟ يعني ايه الكلمات التانية اللي بمعنى ضخمة او هائل؟ قال لي عندك كلمة huge، تاني كلمة ايه؟ huge او enormous، enormous برضو معناها ضخم او هائل، او giant، giant معناها برضو ايه؟ ضخم او هائل. يبقى تاني لو قال لك ايه السينونيم بتاعت كلمة massive اللي هي معناها ضخم او هائل تقول لي huge او enormous او giant. طب لو قلت لك ايه الانتونيم اللي عكس بتاع كلمة massive تقوم تقول له ما عنديش مشكلة هي كلمة تاني، تاني معناها ضئيل، يبقى دي ضخم دي ضئيل. يبقى تاني لو قال لك massive ايه السينونيم بتاعها قول له ما عنديش مشكلة هي huge او enormous او giant. لو قلت لك ايه الانتونيم بتاعها تقول لي تاني. طب لما اقول لك كلمه هيوج الماسيف دي كده بقت ايه؟ يبقى بقت سينونيم. لما اقول لك كلمه تاني للماسيف بقت ايه؟ بقت انتونيم. يبقى ممكن يسالك بكده او يسالك بكده. تعال ما نروح نشوف كده كام جمله نحلهم وبعد كده نخش على ملحوظات تانية. طيب تعال ما نشوف الجمل. فبيقول لي هنا the base of this pyramid is square، يعني بيقول لي قاعده الهرم ده هي مربع، يبقى base هنا جاء بمعنى قاعدة. فبيقول لي the word base الكلمة اللي هي اسمها base ديت in this context an antonym of a هي عكس كلمة a. مش انا قلت لك ان base لو جت بمعنى قاعدة يبقى العكس بتاعها ايه؟ مش قلت لك top او summit؟ يبقى هتلاقي عندك هنا top. بقى كده بيقول لك this multinational company يعني الشركة المالتيناشنال ديت has its base يعني لديها القاعدة بتاعتها in Cairo في القاهرة. the word base يعني الكلمة بقى اللي هي base هنا in this context is a synonym of a. انا بقول لك ان الشركة المالتي ناشنال لديها ايه في القاهرة؟ يبقى لديها مركز في القاهرة، صح؟ هل ينفع نقول لديها قاعدة؟ قاعدة دي معناها عارف انت اسفل حاجة.
يبقى لا مش عايز اقول لديها قاعده لكن لديها مركز. طب مركز ما انا قلت لك مرادفها هي كلمه ايه؟ مش قلت لك هي كلمه هيد كوارترز؟ طيب بعد كده بيقول لك الاجز هاردن، يعني الاجز بيبقى صعب كده او صلب، يعني بيتحول الى صلب. when they are boiled لما بيتغلي. the verb harden يعني harden اللي هي يجعله صلبا دوت بيبقى antonym لايه؟ عكسه كلمه ايه؟ فقلت لك ان كلمه hard العكس بتاعها او الانتونيم بتاعها قلت لك ان هي يا اما soften يا اما liquefy، فهتلاقي هنا عندك كلمه soften. بعد كده بيقول لك a is to giant، يعني كلمه a بالنسبه لجاينت هي زي a structure to a building، يعني زي كلمه structure لbuilding. كلمة structure معناها مبنى وbuilding معناها مبنى، يبقى كده الاتنين مرادف لبعض صح؟ يبقى أنا عايز كلمة تكون مرادف لجاينت. طب كلمة جاينت معناها عملاق، وهي كانت مرادف كلمة إيه أصلا؟ كانت مرادف كلمة ماسيف. آخر بقى ملحوظات على كلمات اليونت دي. قال لي بص أنا لسه مديك حاجة اسمها give out صح؟ قلت لك give out معناها إيه؟ يوزع صح؟ لسه مديها لك، قلت لك جيف لو معاها اوت معناها يوزع. في حاجات تانية ممكن تيجي مع جيف، عايزك بقى تركز معايا قوي. قال لي جيف لو جه معاها اوت يبقى يوزع، يبقى انت لو لقيته قال لك جيف نقط وعايز يقول يوزع، يوزع مثلا كيك على حد، يوزع شوكولاته على حد، تقول لي جيف اوت. طيب لو انت لقيته عايز يقول يحدث او ينتج، يعني عايز اقول لك مثلا النور اللي حوالين البورد هنا بيحدث مثلا شعاع خفيف، شايف كلمة يحدث او ينتج عنه ديت او ينتج معناها give off. يبقى تاني لو لقيته في الجملة عايز يقول يحدث او مثلا ينتج، يعني عايز اقول التسجيل ده او مثلا التليفون ده بيحدث صوت عالي، كلمة يحدث معناها give ايه؟ give off، لكن give out معناها يوزع. طيب لو انت بقى لقيته عايز يقول ان هو بيتبرع او بيهب هدايا لحد، تاني بيتبرع او بيهب هدايا لحد اسمها giveaway، تاني اسمها ايه؟ giveaway. حتى تلاقي حد مثلا من اليوتيوبرز يقولك احنا نعمل giveaway الفيديو الجاي ان شاء الله على 2 ايفون بيفضلوا عارفين اللي هي المسابقات اللي اي كلام دي، فبيقولك احنا نعمل giveaway. يعني ايه giveaway؟ يعني هنهب هدايا، يبقى يهب هدايا لحد معناها ايه؟ giveaway، او يتبرع برضو معناها giveaway. اخر حاجة ممكن تيجي مع الجيف اسمها الجيف ايه؟ give up. give up معناها يستسلم او يقلع عن، تاني معناها ايه؟ يستسلم او يقلع عن. يعني عايز اقول لك مثلا انت يجب ان تقلع عن التدخين، شايف قلت لك تقلع عن، يبقى اسمها give ايه؟ give up. يبقى تاني give out يوزع، give off يبقى يحدث او ينتج، give away معناها يتبرع او يهب هدايا لحد، give up معناها يقلع عن او يستسلم. طيب اخر حاجة عايز اقولها لك النهاردة وهتلاقيني بكملها لك في اليونت الجاية، عشان انا ما بحبش ان انا اديك الحاجة كلها على بعضها مرة واحدة، لا انا اديك حتة منها في اليونت دي حتة في اليونت الجاية وهكذا عشان ما تحسش ان هي صعبة. لو انا مثلا قلت لك في الجملة 5 meters نقط ولقيته في الاختيارات حاطط لك deep ولا depth، فتختار مين فيهم؟ هقول لك بكل بساطة، لو أنا حطيت لك النقط كده على طول وما حطيت لكش إن، تاني ما حطيت لكش إن، تقول لي 5 meters deep، deep يعني 5 متر في العمق بتاعها، عميق 5 متر يعني. لكن لو قلت لك 5 meters in نقط يبقى تقول لي in depth ما تقوليش deep، خلي بالك عشان ما أحط لك جمل بالشكل ده. تاني قلت لك 5 meters نقط أو أيا كان، يعني قلت لك ايه نقط وجبت لك ديب ولا ديبس، فهتقول لي ان انت لو ما عندكش انت اختار ديب، لكن لو عندك ان يبقى تقول لي لا انا ما ينفعش اقول ان ديب اقول ان ديبس. نفس النظام لونج ولينز، امتى تختار لونج؟ لو انت ما عندكش ان، يعني قلت لك 5 meters نقط فتقوم قايل لي ايه 5 meters long، لكن لو قلت لك 5 meters in نقط فتقول لي 5 meters in length يعني 5 متر في الطول. تاني لو انت لقيت ديب وديبس في الاختيارات بتاعتك، فلو لقيت مفيش ان اختار ديب، لقيت في ان تختار ديبس، لكن لو انت برضو لونج او لينس نفس النظام، لو ملقيتش ان تقول لي لونج، لكن لو لقيت ان تقول لي لينس. تعال نروح نشوف كم جملة نحلهم، وبعد ما نحل الكم جملة دول المفروض ان انت بقى هتروح تتفرج على جرامر اليونت دوت وتلخصه لنفسك، هتلاقيه في حوالي ربع ساعة، هتروح تلخصه لنفسك
بعد ما تلخصه هترجع هنا وهنحل مع بعض حوالي 20 جملة كده من كتاب المعاصر برضو المراجعة النهائية نطبق على اللي احنا قلناه في الفيديو. يبقى انت هتروح تتفرج يعني بعد ما نخلص دلوقتي الكام جملة على الكلام ده هتروح تتفرج على فيديو الجرامر، هتلاقيني حاطط لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو تحت، تروح تتفرج عليه تسترجع الجرامر كده بطريقة سريعة، وبعد كده هتجيلي، خلي بالك مش كبير، حوالي ربع ساعة، بعد كده هتجيلي هنا تاني هتلاقيني بحل معاك حوالي 20 جملة بطبق على الطريقة اللي انت شفتها في الحل او اللي انت شفتها في الشرح بتاع الجرامر، وبعد كده نكون قضينا على اليونت ديت وحطناها في جبنة، وان شاء الله نخش بعدها على يونت جديدة وهكذا. تنساش بس يعني ان انت لو في اي ملحوظة في اليونت ديت انت مكنتش كتبتها صدقني والله انا لو عليا عايز اقلل لك الفيديو، بس من ناحية تانية انا مش عايز اسيب لك ملحوظة الا واكون عملتها لك عشان فعلا اكون قد المراجعة اللي انا عملتها لك. يعني انا عايز اعمل لك مراجعة حرفيا والله ما هتلاقي مدرس بيحاول يشرح لك كل حاجة من الحاجات دي، لا هتلاقي اي مدرس بيعمل لك مراجعة هو بيعمل لك الجرامر وخلاص. الجرامر مهم بس الكلمات صدقني مهمة جدا، فمعلش حاول تستحمل الفيديو اللي انا بنزله لك الطويل ده، واعتبر يا عم ان انت قاعد مع ابو حميد شويه بندردش مع بعض كده، يعني ايه المشكله لما تدردش معايا ساعه ولا ساعه ونص؟ يعني خلاص زهقت مني يعني، معلش تعال على نفسك شويه. يلا بينا بقى نخش على الحل وبعد كده هنخش على الجرامر. طيب تعالى ما نخش كده على كام جمله نحلهم. فبيقول لك the candle gives a، يعني الشمعه بت a a pleasant yellow light، يعني بتدينا ضوء كده اصفر بيبقى مبهج شويه. يبقى عايز يقول بتنتج، صح؟ بتنتج او بتصدر. طب ما انا قلت لك تنتج او تصدر معناها جيف ايه؟ مش انا قلت لك جيف اوف برضو؟ يبقى نختار من عندنا هنا جيف اوف. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ ambitious people، يعني الناس الطموحين never give a، يعني ابدا ما بي ايه، وعايز يحط هنا جيف، صح؟ طيب عايزين معنى يكون ليه علاقه بالحاجات اللي هي بتاعت جيف ويكون ينفع معنا هنا. يعني بقول لك الناس طموحين ابدا ما بي ايه، ما بيستسلموش، صح؟ طب ما انا قلت لك يستسلم معناه جيف ايه؟ جيف اب، صح كده؟ الله ينور عليك. طب بيقول لك اتس جود اوف يو، يعني بيقول لك من الخير ليك، يعني تو جيف ذيس نايس ثينجز، ان انت تدي الاشياء اللطيفه ديت ايه تو بور بيبل، للناس الفقراء. يبقى انت كده هتهب، صح؟ هتهب الاشياء ديت للناس الفقراء. طب ما انا قلت لك يهب حاجه لحد او يتبرع بحاجه لحد، قلت لك معناها جيف ايه؟ مش قلت لك جيف اواي؟ يبقى هو اداني جيف، يبقى ناقصني عندي هنا مين؟ اواي. طيب يلا الجمله اللي بعدها بيقول لك سام تايبس اوف وود، يعني بعض الانواع من الخشب جيف ايه ا بيرفيوم سميل، يعني رائحه كده بتكون جميله وين اتس بيرنت، لما بتتحرق. يبقى عايز اقول لك ان بعض الانواع من الخشب بتصدر رائحه جميله، صح؟ لما تحرق تصدر او تنتج، انا قلت لك معناها ايه؟ مش قلت لك جيف اوف برضو؟ يبقى نختار من عندنا هنا جيف اوف. طب بيقول لك ماي ماذر اسكد مي تو جيف ايه، يعني امي طلبت مني ان انا ايه ذا كيكس تو ذا جيستس، يعني الكيكه على الضيوف، يبقى طلب مني ان انا اوزع الكيكه، صح؟ طب ما يوزع معناها جيف ايه؟ ها قول معايا جيف ايه؟ يبقى نختار من عندنا جيف اوت عشان هي اللي معناها يوزع. بعد كده بيقول لك ماي بيد روم از 5 متر A، يعني حجرة نومي هي 5 متر A. أنا قلت لك لما يكون حاطط لك حاجة 5 متر أو 5 meters والنقط بعدها، فقلت لك لو ما فيش N ما تختارش depth، صح؟ مش أنا قلت لك ما تختارش depth؟ لأن depth بتيجي مع N، ولينس نفس النظام برضو بتيجي مع N. طيب كده فضل عندك مين؟ فضل عندك deep وفضل عندك long. فتيجي تقول لي إيه ده يا أبو حميد؟ طب ما أنا ممكن أحط deep هنا وممكن أحط long عشان ما عنديش N. أقول لك بص، deep معناها عميق، هل ينفع أقول لك حجرة نومي عميقة 5 متر؟ ليه يا عم؟ وأنا فاحت بير جوه أوضة النوم بتاعتي؟ لا طبعًا، يبقى deep غلط، لكن long يعني اتساعها، فنسيب كده هي long هي اللي صح. نخش بقى على حل الجرامر، واتمنى تكون شفت الشرح بتاع الجرامر اصلا عشان تفهم الطريقه اللي انا هحل بيها، تمام؟ طيب اول حاجه بيقول لك this temple، يعني المعبد دوت اي بي امبورتنت، ايه مهم؟ It's visited by hundreds of people، ده بيتزار بواسطة مئات الناس every day كل يوم. يبقى المعبد ده ايه مهم؟ اكيد مهم. طب ما انا قلت لك كلمة اكيد معناها ايه؟ يلا قول معايا، يبقى must. بعد كده بيقول لك ايمان او ايمان ايه؟ لا عماد، عماد اند حاتم ايه swimming، ايه بيعوموا،
Their hair isn't wet, يعني شعرهم مش مبلول، يبقى أكيد مش بيعوموا أو احتمال مش بيعوموا، لأن بقولك شعرهم مش مبلول يبقى أكيد معموش أو أكيد مش بيعوموا أو احتمال مش بيعوموا. طب أكيد مش أو أكيد الحاجة ما حصلتش مش هي معناها كانت؟ آه. طب هل أنت عندك كانت في الاختيارات؟ لا. يبقى كده طالما مش ماشي معايا المعنى أكيد الحاجة ما حصلتش اللي هي كانت، يبقى مشيها احتمال الحاجة ما حصلتش. طب احتمال معناها إيه؟ مش قلت لك might أو could أو may؟ آه. طب أنت عندك مين فيهم؟ عندك might هيت والمصدر، وعندك might not have been والتصريف التالي. طب هو انا بقول لك ربما الحاجه حصلت ولا ما حصلتش؟ ما حصلتش، يبقى اكيد هنفي might واخليها might not عشان اقول احتمال الحاجه ما حصلتش، يبقى might not have been. بعد كده بيقول لك the car broke down again، يعني العربيه تعطلت تاني. it not repaired very well yesterday، دي ايه صلحت كويس yesterday امبارح، بقول لك هي اتعطلت يبقى هي ايه صلحت كويس امبارح، يبقى اكيد ما اتصلحتش. يبقى طالما اكيد الحاجه ما حصلتش كنا بنقول بنختار مين؟ كنا بنختار كانت، يبقى اختار كانت هاف بين. طيب تعالى لما ننزل بالشكل ده، فبيقول لي everyone is putting their umbrellas up، يعني كل واحد حاطط الامبريلاز بتاعته فوق دماغه كده. it not raining، يعني دي ايه بتمطر، يبقى اكيد مطرت او اكيد بتمطر، صح؟ طب اكيد الحاجه بتحصل معناها ايه؟ مش عندك must؟ اه. يبقى المفروض هنا هلاقي عندي must هي الوحيده، يبقى must have started معناها اكيد بدات تمطر. بعد كده بيقول لك you not make a revision timetable، يعني انت ايه تعمل جدول كده مراجعه. that's my advice، دي نصيحتي. يبقى هنا بينصح، صح؟ طب ما النصيحه انا قلت لك يا اما بشود يا اما باوت تو وبعدهم الفعل في المصدر. تاني النصيحه يا شود يا اما اوت تو وبعدهم المصدر، فهتلاقي عندك هنا في الاختيارات في شود. طيب بعد كده بيقول لك يو نوت تو باي يور ماذرز او يور ماذر ا بريزنت، يعني بيقول لك انت ايه تشتري لامك هديه. it was her birthday، ده كان عيد ميلادها، وعايز يحط فعل forget، تمام، اللي هو ينسى. يبقى انت ايه تنسى ان انت تشتري لامك هديه ده كان عيد ميلادها. يبقى انت مثلا ايه المفروض كنت تنسى ولا المفروض ما كنتش تنسى، صح؟ يبقى عايز اقول له انت المفروض ما كنتش تنسى تشتري لامك هديه عشان ده كان عيد ميلادها. كلمه المفروض ما كنتش او المفروض ما كنتش تعمل الحاجه ديت معناها shouldn't او ought not to، ويبقى وراهم have والتصريف التالت. تاني اكتبها لما تكون عايز تقول المفروض الحاجه دي ما كانتش تحصل، يبقى shouldn't او ought not to ويكون وراها have والتصريف التالت، عشان انت بتتكلم ان الحاجه ما كانش المفروض تحصل في الماضي. فهنا هتلاقي في الاختيارات ايه عندك shouldn't هيت وبعدها have والتصريف التالت، يبقى اختارها. لكن ought to have والتصريف التالت اللي هي ايه دي معناها كان المفروض تنسى. هل انا عايز اقول كان المفروض تنسى؟ لا. طب should have forgotten اللي هي دي برضو كان معناها كان المفروض تنسى؟ لا، انا عايز اقول كان المفروض ما تنساش، فدي معناها shouldn't او ought not to وبعدهم have والتصريف التالت للفعل. بعد كده بيقول لك the sun is very hot، يعني الشمس حر جدا. I not my sun hat، يعني انا ايه القبعة بتاعت الشمس. I think I will buy one now، انا اعتقد ان انا هشتري واحدة دلوقتي. يبقى انا ايه القبعه بتاعتي؟ بقول لك الدنيا حر قوي، يبقى انا كنت المفروض اجيب، صح؟ لانه عمال يحط لك فعل برينج اللي هو يحضر، يبقى انا ايه احضر السن هات بتاعتي، يبقى انا كان المفروض احضر، صح؟ كلمه كان المفروض معناها should او ought to وبعدهم have والتصريف التالت للفعل. فتلاقي عندك هنا ought to have brought اللي هي معناها كان المفروض احضر الحاجه دي. تعالى اما ننزل تحت تاني، بيقول لك هو sent this parcel، يبقى مين اللي ارسل الحزمه ديت او اللفته ديت او يعني القطعه دي. فبيقول له I don't know، انا مش عارف. it not be from عادل، يعني دي ايه من عادل؟ يبقى طالما قلتكش او قلت لك ان انا الحاجه انا مش عارفها I don't know، او قلت لك I guess انا بخمن، يبقى تعرف على طول ان هو كده هيقول حاجه فيها احتماليه تكون صح او احتمال ما تكونش صح. يبقى طالما حاجه احتماليه، مش انا قلت لك يا مي يا مايت يا كود؟ اه. فتلاقي عندك هنا مين؟ عندك مايت. بعد كده بيقول لك يو اوت ايز ا بروجكت لاست ويك، هنا جاب لك مين؟ جاب لك اوت. يبقى اوت لازم يجي معاها مين؟ لازم يجي معاها يا اما تو والمصدر يا اما تو هاف والتصريف التالت لو بتكلم في الماضي. طب ما هنا بقول لك لاست ويك، ها
last week الماضي يبقى احط معها مين؟ يبقى احط to have والتصريف الثالث يبقى هقول to have finished. طيب الجملة اللي بعدها اجري يلا معايا بيقول لك he didn't come هو ما جاش I guess he not about our appointment يعني بيقول لك انا بخمن هو ايه عن الميعاد بتاعنا ها مش انا قلت لك انا بخمن اه طب ما انا لسه قايل لك لو حد قال لك I don't know او I guess انا بخمن يبقى تعرف ان دي حاجة فيها احتمالية يبقى تختار يا may يا might يا could فهتلاقي عندك في الاختيارات مين هتلاقي might هي have forgotten بعد كده بيقول لك you have just eaten a huge lunch يعني انت لسه كلمة just معناها لسه انت لسه واكل غدا كبير you not hungry again already يعني انت ايه جعان بالفعل يبقى انت ها اكيد مش جعان صح ما انا بقول له انت لسه واكل حاجه كبيره يبقى انت اكيد مش جعان كلمه اكيد مش او اكيد الحاجه ما حصلتش يبقى تختار مين كانت فهنلاقي هنا كانت بي عشان هنا انا بقول له انت كلت يبقى انت دلوقتي اكيد مش جعان يبقى طالما بتكلم في المضارع يبقى كانت يجي وراها الفعل في المصدر يبقى تاني عايز تقول اكيد مش او اكيد الحاجه ما حصلتش ما تضحكش يعني لو سمحت يعني ما تضحكش على اكيد مش دي هي بص حطها في دماغك كده عايز تقول اكيد مش او اكيد الحاجه ما حصلتش يبقى كانت والمصدر في المضارع او كانت هاف والتصريف الثالث في الماضي طيب بيقول لك this is impossible يعني بيقول لك الحاجه ديت مستحيله you not be serious انت ايه جاد يبقى انت اكيد مش جاد صح ما انا بقول لك ده مستحيل يبقى انت اكيد مش جاد صح اكيد مش انا لسه قايل لك معناها ايه برضو معناها كان طب بيقول لك these tourists يعني هؤلاء السياح A be French يعني ايه فرنسيين they are speaking German يعني هما بيتكلموا ألماني يبقى هما أكيد مش فرنسيين يبقى كلمة أكيد مش برضو معناها ايه معناها كانت طيب تعالى لما ننزل تحت شوية بيقول لك he is working full time and studying for his final exams يعني هو بيشتغل طول الوقت وstudying وبيذاكر للامتحانات بتاعته that not be easy يعني ده ايه سهل يبقى اكيد مش سهل انا بقول لك بيعمل كل الحاجات دي يبقى اكيد مش سهل طب كلمة اكيد مش برضو معناها ايه معناها can't بعد كده بيقول لك I not that violence film يعني انا ايه وعايز احط فعل watch يشاهد يبقى انا ايه اشاهد الفيلم العنيف ده It gave me nightmares ده خلاني احلم بكوابيس يبقى ما كانش المفروض اتفرج صح كلمة ما كانش المفروض انا قلت لك يا اما معناها shouldn't يا اما ought not to بس يبقى وراهم have والتصريف الثالث فهتلاقي في اختياراتك في shouldn't هيت وبعدها have والتصريف الثالث يبقى هي دي اللي صح طب الجملة اللي بعدها بيقول لك you not early yesterday يعني انت ايه مبكرا امبارح the manager was very angry يعني المدير كان او غضبان جدا يبقى انت ايه وعمال يقول لي arrive يعني توصل يبقى انت ايه توصل بدري امبارح المانجر كان غضبان يبقى انت كان المفروض توصل بدري امبارح صح طب كلمة كان المفروض مش قلت لك معناها should او ought to بس يبقى وراهم have والتصريف التالت اه هتلاقي عندك هنا هي ought to اهي ومعاها have والتصريف التالت عشان يبقى معناها ما كانش او يبقى معناها كان المفروض تعمل الحاجة طيب الجملة اللي بعدها بيقول لك this is impossible يعني دي مستحيلة you not be joking يعني انت ايه بتهزر ما انا بقول لك الحاجه دي مستحيله يبقى انت اكيد بتهزر طب كلمه اكيد الحاجه حصلت او اكيد بس كده يبقى تختار must يبقى اكيد بس معناها must اكيد مش او اكيد الحاجه ما حصلتش يبقى can't بعد كده بيقول لك I not be able to go to the football match يعني انا ايه قادر ان انا اروح الماتش بتاع كره القدم it depends ده بيعتمد on my parents decision يعني ده معتمد على قرار ابوي يبقى طالما معتمد على قرار حد مرواحي يبقى ديت حاجة ممكن تحصل ممكن ما تحصلش صح لان ممكن يرفضوا وممكن يوافقوا يبقى طالما حاجة فيها احتمالية يبقى قلنا يا مي يا مايت يا كود فهتلاقي عندك هنا مايت بعد كده بيقول لك if you had been trying to lose weight يعني لو انت فعلا كنت بتحاول ان انت تخسر الوزن زين عشان كده you really ate all the tries عشان كده انت المفروض يعني عايز يقوله كده انت حقا ايه كل الرز ده يبقى انت ما كانش المفروض تاكل الرز ده لان هو بيقوله لو انت كنت بتحاول تخسر وزن يبقى ما كانش المفروض تاكل كل الرز ده يبقى كلمة ما كانش المفروض مش انا قلت لك معناها shouldn't او ought not to وبعدهم have والتصريف التالت هتلاقي مين عندك في الاختيارات هتلاقي shouldn't هيت
معاها have eaten. بعد كده بيقول لك if he has a BMW يعني بيقول لك لو هو فعلا او لو هو معاه BMW he a be quite rich يعني هو ايه غني الى حد ما. غني الى حد ما ايه ده؟ اكيد غني بقى صح. يبقى كلمة اكيد غني ما بقول لك معاه BMW بقى اكيد الحاجة بتحصل او اكيد معناها must. كده انا حليت معك شوية جمل عشوائية، حليت معك جمل من اول اللي هي اول الجمل اللي هي من الجملة التانية والتالتة والرابعة وهكذا، وبعد كده قمت ماسك صفحة من الجمل اللي هي او صفحة على الجرامر بس من الاخر عشان يبقى انا وريتك ان ايه الجمل الصعبة بتيجي ازاي والجمل السهلة بتيجي ازاي، وهو كله فكرته واحدة ان انت تعرف تستنتج صح. اتمنى ان انت تكون استفدت اي حاجة من الفيديو ده، ولو استفدت ما تنساش انت تحط اللايك لاخوك ابو حميد، وما تنساش ان حلمك خلاص فاضل عليه تكة بسيطة، فتعبوا معلش على حلمكم ودمتم بخير.